خلطة عملناها للبط بنأكلها له. طبعا البط مش لازم تديله علف كل يوم، اللي هو العلف البادئ أو العلف النامي، ممكن تعمل له خلطة من عندك من البيت كده يكون سعرها رخيص شوية. بتتكون من ايه الخلطة دي؟ بتتكون من الردة اللي هي النخالة والذرة وبقايا الخبز، العيش الناشف نبله ويتحط مع بعضه ويأكلوه. طيب الغذاء ده كويس، لكن في غذاء لو حطيته لوحده بيكون ضار للبط. زي ايه؟ زي الخبز اللي هو العيش. لو حطيت العيش لوحده او الخبز لوحده للبط ده ما بيكونش صحي ليه، ما بيكونش كويس، بيضره مش بيفيده. زي ما شايفين كده البط ده عنده نشاط وحيوية وبياكل زي ما شايفين، فطبعا هو كده يعني صحته كويسة لان احنا بنديله علاج يوميا. يلا عايزكم تعملوا الخلطة دياتي وتأكلوا البط بتاعكم خلطة منزلية.